من ابو ظبي معي الاستاذ فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الامين العام للمساعدات الدوليه. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد فهد. هل وصلت شحنه اليوم وعن اي محافظات تحديدا؟ طبعا نعلم انه الاولويه للمحافظات التي ينتشر فيها هذا الوباء، باي محافظات بدا توزيع هذه المساعدات؟ طبعا بدايه مسي عليكم بالخير. المساعدات سهل. هذه الطبية تنسيق مع منظمة الصحة العالمية، نغطي المحافظات الشمالية ما تقارب 18 محافظة. العديد من هذه المحافظات الشمالية الهلال غير متواجد فيها بسبب التواجد الانقلابيين وغير آمنة، لهذا تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وهناك بعض المحافظات الذي لدينا فرق تقوم بتغطيتها ودعمها في بعض المستشفيات المخصصة لهذا الغرض. سلمت لمنظمة الصحة العالمية، كيف يتم التنسيق بينكم وبين هذه المنظمة يعني الوقوف على آخر التطورات، عمليات التسليم، ما يحدث لضمان أنه تم استلام من هو بأمس الحاجة يعني كأولويات؟ نعم، مثل ما أنت عارفة احنا مع منظمة الصحة العالمية من أكثر من 8 شهور لدينا اتفاقية معهم. كانت هنالك بداية الكوليرا العام الماضي ومن ثم زادت في شهر 4 الماضي. الموضوع الأهم اللي احنا نبعث الآن أدوية تضاف إلى المياه في المنازل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبعض الجهات المحلية لتوزيعها على خزانات المياه، وبعض الأدوية الوقائية وكذلك بعض الأدوية اللي هي تعالج المصابين وهم عددهم قليل طبعا. يعني أدوية للمعالجة، سنعود لموضوع عدد المصابين، أدوية للوقاية، وأيضا موضوع المياه يعني للتجنب، صحيح، لموضوع جذور المرض. صحيح، أكثرها هي تضاف إلى المياه للوقاية من الإصابة بهذا المرض والانتشار. عدد مصابين، عن أي عدد تتحدث؟ يعني قلت جيد بأنه عدد قليل. والله عدد قليل طبعا، مثل ما أنت عارف في الشمال أو المحافظات الشمالية احنا ما نغطيها كهلال أحمر، ولكن عندنا أرقام اللي هي تتكلم عنها بالعشرات يعني كوفيات يمكن نتكلم عنها عن طريق المنظمات الدولية. بالمحافظات التي تحدثت عنها، تحدثت بأنه تقريبا تصلون ل 18 محافظة، صحيح؟ صحيح، من جمالي 23 محافظة. نعم، ستكفي هذه الشحنات ونتوقع ان شاء الله تكفي واكثر، لان احنا شغالين من سبق. مثل ما قلت لك احنا من العام شهر 8 أو 9 بدينا بموضوع الحمله الوقايه من الكوليرا، ومن ثم بدينا طبعا بحكم انه في انتشار اكثر في بعض المحافظات اللي ما وصلنا اليها سابقا. لهذا تم الاتفاق والتنسيق مع منظمه الصحه العالميه ندعمها بمواد اكثر، والانتشار الوقايه لمعظم المحافظات وهي عددها 18 الى 19 محافظه. فإن شاء الله تكفي وتؤدي الوقاية اللازمة لأهالي اليمن. يعطيكم ألف عافية، شكرا جزيلا. من أبو ظبي سيد فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للمساعدات الدولية.